يتواصل مع دكتور حامد والنبي يعني، بس عشان عمال يكلمني الله يخليكم. نائب رائف تمراز هنكلمه بس على الهواء دقيقه. خليني اسالك على حاجه اخيره او قبل الاخيره. من ضمن النقاط كمان المهمه جدا، خلاص احنا اتكلمنا عن موضوع الفلاح المصري، واتكلمنا على يعني فكره انه نحاول نزود له في الاسعار اللي بناخدها علشان هو نفسه يفضل بينتج ويفضل ده لازم يزرع. ده بيحصل زياده في اسعار التوريد سنويا يا استاذ سنوي. تمام بالزبط. تمام. لا انا عايز اتكلم على قرار كان في عمل ضجه يمكن من فتره كده، من كام شهر تقريبا، موافقه مجلس النواب اعتقد بشكل كان نهائي على قرار تحويل تبعيه بنك التنميه والائتمان للبنك المركزي المصري. وطبعا ده عمل حاله ضجه كبيره جدا، وكثير من الفلاحين خافوا، قال لك احنا كده دي بدايات بقى ان احنا نتحبس ومش هنعرف نسدد وما اعرفش ايه، وانه طول عمر الفلاح ليه البنك بتاعه هو اللي فاهم متطلباته ما تودوناش. طيب الوضع ايه النهارده يا فندم علشان حتى نمتص خوف الفلاح المصري؟ على الاطلاق انا باكد لحضرتك ما فيش فلاح محبوس بسبب قرض خاص بالبنك الزراعي المصري على الاطلاق، ولو في اي حالات حضرتك بلغيني بيها. لكن احنا في نفس الوقت ما هو برضو احنا بنعمل معاهم ايه؟ ما هو المتعثرين برضو على فكره، ما هي دي برضو نقطه مهمه جدا. ما هو احنا مش عاوزين اصلا الفلاح يتعثر باي شكل من الاشكال يعني. فطبعا في معالجه للمتعثرين، وفي اداره كامله في البنك الزراعي المصري لمعالجه الديون. اي مواطن متعثر وما عندوش القدره على السداد بعد زياده الفوائد لان هو تاخر طبيعي، لان حضرتك احنا بيجي لنا دلوقتي مثلا مواطنين يقول لك انا بقالي 10 سنين و15 سنه القرض واخده، وكان القرض مبلغ مسدد بسيط، لا ما سددش ولا جزء منه خالص، تراكمت عليه الفوائد فبقى مبلغ كبير. بنقول له تعالى لاداره في البنك الزراعي المصري لمعالجه الديون، تقعد معاه وتجدول له وتشله بقدر الامكان اكبر نسبه من الفوائد اللي هي موجوده على المبلغ، لان احنا يهمنا ان ما يكونش فيه اي فلاح متعثر. ده يعني قرار يعني تحويل التبعيه ده في مصلحته؟ ده في مصلحته يا فندم. ما زال البنك الزراعي المصري دوره الرئيسي خدمه الفلاح المصري، لكن لما يحصل تطوير للبنك، اما يحصل هيكله للبنك جديده، والبنك يكون ليه أنشطة متعددة، مش ده يكون في مصلحة الفلاح، في طيب. مصلحة المتعاملين مع البنك. طيب اسمح لنا ناخد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب. يا سيادة النائب صباح الخير، كل سنة وانت طيب. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على الدكتور. صباح الخير يا سيادة النائب. اتفضل يا فندم. انا كنت بس عاوز اتكلم، هو موضوع هي مصر العجوزه والجيزه او اسكندريه فقط لا غير، عشان نعمل شوادر في العجوزه فقط لا غير، ولكن في باقي الجمهوريه ما فيهاش اللي موجود في القاهره. هل هو في مواطن بشرطه ومواطن غير شرطه، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ هل وزاره الزراعه تتعامل او تشتغل على اسكندريه والقاهره فقط لا غير؟ هل المراكز والمحافظات الحدوديه فيها هذه الشوادر لوزاره الزراعه؟ الشوادر هل المنتجات الزراعية الموجودة دي اللي بتتكلمها حضرتك عليها وعلى الدكتور حامد على ان هي موجودة في تم وزارة الزراعة فقط لا غير؟ الكلام ده طبعا احنا عايزين نشتغل ان احنا نوصل ونخفض الاسعار بان احنا نعمل شوادر على مستوى الجمهورية او نعمل جمعيات على مستوى الجمهورية تكون بوزارة الزراعة، انما الكلام ده طبعا انا شايفه متركز في القاهرة واسكندرية فقط لا غير. لا عندك في الشرقية سيادة النائب، وحضرتك نائب من الشرقية، عندك في الشرقية وممكن تتصل بالمهندس علاء عفيفي وكل وزارة ويقول لك الأماكن موجودة فين. يا فندم أنا نائب في الشرقية، عرفني أنا حتى على الأقل أعرف، ما عنديش الكلام ده، الكلام ده عشان نقول شو إعلامي ونتكلم في التلفزيون. لا 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 مش شو إعلامي يا سيادة النائب، وحضرتك تعلم تعلم ذلك تماما، مش شو إعلامي وأنا مش بتاع شو إعلامي، انا ما بقولش غير الحقيقه وحضرتك عارف ده كويس. قول لي على الهوا فين في الشرقيه يا فندم. انا بقول لك على الهوا، حضرتك تواصل مع المهندس علاء عفيفي وهو هيقول لك، وهو وكيل وزاره الزراعه في الشرقيه هيقول لك الاماكن اللي بيتم البيع فيها. اكمل اسكت انا مش هتكلم. كمل يا سياده النائب. بس بص يا سياده النائب برضه، ما هو سياده النائب معلش، سياده النائب انت طالع تتكلم على التلفزيون وتقول للناس ان انا ترشد الناس النهارده ان في الاماكن 1 2 3. بص يا سياده النائب، طالع النهارده على التلفزيون النهارده في صباح دريم النهارده تقول للناس عندكم في الشرقيه في الحته الفلانيه، وعندكم في التقليه في الحته الفلانيه، وعندكم في مرسى مطروح في الحته الفلانيه.
المفروض يقول الناس وترشد عشان انا الفت نظر المواطن ان عندي مكان لوزاره الزراعه في المكان الفلاني، مش هو ده المطلوب؟ والله المطلوب، وانتوا برضو انتوا كنواب سياده النائب المفروض يكون ليكوا دور مساعد في هذا الموضوع. لكن لو حضرتك تواصلت مع السيد وكيل الوزاره هتساعد، وهتساعد اهل الدايره برضو. اه دور عملته للنائب. نعم انا دور، انا دور عملته للنائب يا فندم، انا دور عملته للنائب. انت مش عامل تواصل مع النائب ليه يا فندم؟ انت عندنا في الوزاره كل يوم، انت عندنا في الوزاره باستمرار يا سياده النائب، مش تواصل مع النائب ليه؟ ليه يا سياده النائب بتقول الكلام ده؟ يعني احنا على الهوا ما ينفعش. انا عندك في الوزاره بخلص طلبات لناس عامه، ولكن النهارده انت دلوقتي حاليا لما تطلع على التلفزيون النهارده على صباح دريم المفروض تعرف الناس على مستوى الجمهوريه، وطالع بمعلومه وداتا تقول للناس ايوه احنا عملنا في العيد 1 2 3. ما هو ده اللي انا قلته يا سياده النائب، وعلشان كده انا بقول لحضرتك اوصل للمهندس علاء عفيفي وساعدنا بقى، وانت تعرف الاماكن يا فندم. انا مش اوصل، انت النهارده المفروض بتقول الكلام ده بدل ما تقول القاهره فقط، المفروض انت طالع تقول كل الدنيا يا فندم. المنافذ انا قلت موجوده في كل المحافظات، في 18 محافظه يا سياده النائب، انا قلت في 18 محافظه، انا ما قلتش في القاهره فقط على فكره. لا حضرتك اللي بتقول دلوقتي، خد بالك من حاجه بس يا دكتور حامد، انا برضو هو سياده النائب هو نائب عن الشرقيه، هو بيقول لك هو في الشرقيه ما عندوش الكلام ده، فيعني هو برضو بيتكلم على دايره. انا بقول له، وانا يا استاذه منى، ما عندوش الشوادر دي يا استاذه منى، انا بقول له كلامي واضح وهو عارف كلامي كويس جدا، ان يتواصل مع المهندس. احنا بقى مش بتوع شو اعلامي، واحنا مش بنعمل مداخله علشان الشو الاعلامي. حضرتك اوصل لوكيل وزاره الزراعه في الشرقيه واعرف منه الاماكن موجوده فين. المواطنين في الشرقيه عارفين، اكيد عارفين. طيب انا برضو لو في حد من الساده المواطنين حتى يعني خلال الحلقه يحب يتواصل معنا، الساده المواطنين في الشرقيه تحبوا تتواصلوا معنا تقولوا لنا في عندكم الشوادر دي مش موجوده، عارفين اماكنها ايه، يعني يا ريت تعملوا ده. وانا بشكرك سياده النائب رائف تمراز، بس انا عايز اقول لك على حاجه دكتور حامد للامانه. لا بس هو في نقطه مهمه جدا، هو طبعا هو قال كلام مش مظبوط، انا اتحفظ ان احنا مش متواصلين مع النواب يا سياده النائب، وحضرتك عارف معالي الوزير اسبوعيا بيعمل اجتماع للساده النواب، وانتوا بتيجوا لطلبات خاصه ما بتجوش لطلبات عامه، وحضرتك عارف هذا الكلام، بس مفيش داعي نتكلم يعني على الهوا. لا ما يعني، لكن انتوا بتيجوا لحل مشاكل بعض الناس او لطلبات معينه، لكن معالي الوزير كل يوم ثلاث بيعمل اجتماع مع الساده النواب ومعاده ثابت. لا بس هقول لحضرتك على حاجه دكتور حامد برضه، حضرتك يعني معلش اسمح لي، يعني انا تحفظ على كلمه شو اعلامي لسياده النائب طبعا، احنا مش طالعين نعمل شو اعلامي وهو عارف هذا الكلام، ولكن ايضا اسمح لي انا برضو هتحفظ على يعني كلمه حضرتك او اتهام حضرتك لبعض الساده النواب انه طلباتهم شخصيه، ان هم لا انا ما قلتش شخصيه يا فندم، قلت كده. لا انا قلت طلبات خاصه، قلت بيجوا طلبات خاصة. ما هي طلبات خاصه لمواطنين يا فندم. طيب انا ما قلتش شخصيه، طيب انا ما قلتش هو ليه طلب جاي يخلصه. طيب لا طلبات خاصه لمواطنين بيبقى جاي. طيب لا انا قصدي ايه من الكلام، طيب هو لازم علشان نقول للمشاهدين مش النائب ده ليه برضو دور خدمي. ما هو يا فندم لا يعني ابن الدايره بتاعته بيروح له يقول له يا سياده النائب انا محتاج واحد اصل هو قال جمله دلوقتي طبعا انه احنا مش متواصلين مع النواب. لا انا برضو بوضح للمشاهدين ان في اجتماع لقاء اسبوعي طيب لمعالي الوزير يوم الثلاث مع الساده النواب. طيب وهم بيجوا هو نفسه بيجي. سياده النائب حضرتك عايز تقول كلمه اخيره بس معلش سريعا والنبي انا وقتي انتهى، اتفضل. الدكتور حامد لما انا باجي الوزاره وباحضر اجتماع الوزير ما قلتليش ان عندك في الشرقيه ولا الاهليه ولا الغربيه ولا الجمهوريه عندي كذا كذا. ما انت ما طلبتش يا سياده النائب، انت طلبت. ما هي دي مهمه وكيل الوزاره يا سياده النائب. انا عاوز اتكلم في نص دقيقه بس عشان خاطر وقت البرنامج. اتفضل. موضوع بنك التنميه والتبني الزراعي اللي انت عمال تتحدث عنه، السبب في تدهور والسبب في لف حبل المشناه حول الفلاحين هي وزارة الزراعة بسبب ده كلام عام برضو. ده كلام عام يا فندم اكمل. عدم تطبيق الدستور، المادة 29 من الدستور بتقول على الدولة وعلى الحكومة ان هي تعلن سعر المحصول قبل الزراعة بمدة كافية. هل انت اعلنت سعر المحصول عشان اقدر ابيع المنتج بتاعي؟ طبعا ما حصلش. النهارده الفلاح النهارده مش عارف يبيع الرز بتاعه، النهارده ببيع الرز بتاعي النهارده 3000 جنيه وانه بكره هينباع ب 7000 جنيه بسبب عدم تسعير، مين اللي هيقول الكلام ده؟ الفلاحين. حرام عليكم، حرام عليكم.
بشكرك جزيل الشكر سيادة النائب رائف تمراز طبعا يعني وكيل لجنة الزراعة في البرلمان. انا بس في حاجة مستغربها يا دكتور، بس هي المداخلة دي على فكرة مكانها مجلس النواب، مش مكانها مش مكانها هنا يعني. لا يعني هو انت بيوجه الكلام ده، كلم انا ما هو انا ده انا بقى اللي انا عايز اقوله، انا عايز اقوله بمنتهى الامانة، ونفذ الدستور ونفذ القوانين، يعني لجنة الزراعة في البرلمان بالظبط مع وزارة الزراعة يعني هو انا مش عارفة ليه لوهلة كده حسيت انه مفيش تواصل الا في الاعلام، يعني امال احنا يعني ده حضرتك الله ينور عليكي بصراحه، حضرتك يا ست النائب برضو وكيل لجنه الزراعه في البرلمان، رديتي طب ما نعمل استجوابات، طب ما نعمل طلبات احاطه، ما نعمل مباحثات، ما نروح نقعد مع الوزير مره واثنين وثلاثه وعشره وما نمشيش غير لما يعني ما انا مش عارفه ده بيحصل بيجوا يا فندم، امال ايه يا فندم؟ ما انا قلت على الهواء اصلا. عارف يا دكتور حمد انا بيصعب عليا ايه؟ لما الاقي الساده النواب البرلمان بيشتكوا، امال المواطنين يعملوا ايه يا فندم؟ لما نائب البرلمان بيشتكي وبيقول حرام عليكم ومنكم لله وما ينفعش كده، امال المواطن يعمل ايه يا فندم؟ يعني انا ما هو شكوى الحقيقه مش غير صحيحه ومش مظبوطه على الاطلاق يعني، وهو يعلم وكل الساده النواب المحترمين يعلموا ذلك يعني. على فكره المكتب معالي الوزير مفتوح، وبيجوا على فكره في اي وقت كمان غير يوم الثلاث، رغم انه محدد لهم يوم الثلاث، لكن بيجوا في اي يوم. طيب وبيقابلوا الوزير. اخر سؤال معلش في دقيقه، في حدود دقيقه واحده، الاسعار بس بشكل بقى نهائي، وارجو الساده المواطنين ناخد الاسعار دلوقتي على الهواء. النهارده ايه يا جماعه؟ النهارده 3/29 صح؟ 29/8 ناخد الاسعار من دكتور حامد، لانه من يومين في بعض الاخطاء حصلت من بيانات او يعني تصريحات باسعار من وزاره الزراعه، انا مش هقول تفاصيل اكتر من كده. ناخد دلوقتي بقى الاسعار النهائيه، الزراعه اللحوم البلديه اللي بتطرحها للكيلو في منافذ الوزاره لغايه يوم الخميس، الكيلو بكام؟ هي اللحوم البلديه المطروحه الحقيقه كانت كميات محدوده جدا، وطبعا تم الاعلان عن اسعارها، يعني الكيلو ب 100 جنيه البلدي، لان لان هي هي البلدي. ايوه يا استاذه منى، بس هي كميات محدوده جدا يعني، وكانت في منفذ داخل مركز البحوث الزراعيه، واخد بالك من يعني من يعني اجل برضه مساعده الموظفين. ده ال 100 عجل، ده ال 100 عجل ب 50 كيلو برضه، ما هي كميات تعتبر قليله يعني، بس بتسد برضه. طبعا لكن مش معنى كده ان المنفذ مقفول على الموظفين داخل المركز. طيب اي حد بيدخل. طب لا السوداني الكيلو بكام؟ السوداني وزاره التموين انا اقول لحضرتك هو معروض ب 85 يعني مش 75 لا 85 85 طيب ماشي. وزاره التموين طبعا هي حضرتك فاهم السؤال. طبعا لا هو 85 حضرتك فاهم مين اللي اكد للاعلام؟ طيب صقر بيقول لي خلاص بقى ما يبقاش قلبك اسود، حاضر في خاطرك والله. مين اللي اكد في الاعلام وطلع قال كيلو اللحمه السوداني ب 75؟ ماشي مش هقول ب 85 يا جماعه، مش مع الوزير النهارده اجتماعه مع الساده النواب الساعه 1 على فكره. طيب تمام. الثلاث اجتماعوا مع السادة طيب ممكن الساعة 1 يا سيادة النائب. طب ممكن السادة النائب يروح يحضر؟ يا فندم ما هو بيحضر، هو معنا ولا هو بعد المداخلة دي؟ اللي هو معنا في الوزارة ولا بعد المداخلة دي مش هتخلوه يحضر؟ لا لا لا, لا بالعكس، ده هو حبيبي. كلمة أخيرة. النائب رائف تمراز ده حبيبي. واضح. لا حبيبي والله. واضح. واضح إن في تواصل يومي ما بينكم. لا حبيبي والله. حاسين إن أنتوا وحشين بعض يا فندم. لا لا لا. طيب كلمة أخيرة. وهو بيجي عندنا يعني على طول بصرف النظر. كلمة أخيرة من حضرتك للجمهور.